أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. حلقتنا اليوم عن نزع سلاح حزب الله في لبنان، ولماذا فشلت الجهود الدولية في تحسين الوضع اللبناني واغتيال لقمان سليم رحمه الله، وهل هناك بريق أمل لحل الملف الليبي بعد اتفاق جنيف؟ لمناقشة مثل هذه المواضيع معنا من لبنان المحلل السياسي الأستاذ نضال السبع. مرحبا فيك أستاذ نضال. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وأنا سعيد جدا يعني اليوم بلقائك، وتحياتي لك وللمشاهدين ولكل أهلنا في الخليج العربي، وأنا سعيد جدا بهذه المشاركة. أستاذ نضال، سؤالنا الأول، كيف تستطيع الحكومة اللبنانية أن تخرج من الأزمة الحالية وتحقق أحلام الشعب اللبناني؟ يعني بداية مساء الخير لك ولضيوفك، وأنا سعيد جدا باليوم يعني بإطلالتي على العالم العربي وعلى أهلنا في الخليج خاصة. يعني لا شك أنه اليوم الرئيس الحريري حدد يعني ثلاثة لقات من خلال خطابه الموجه للشعب اللبناني والرئيس عون تحديدا. أولى هذه اللقاءات أن الحكومة سوف تكون من 18 وزير. النقطة الثانية أن تكون حكومة اختصاصيين وغير حزبيين، وهنا طبعا يعني يقصد الأطراف السياسية التيار الوطني الحر بالإضافة لحزب الله. النقطة الثالثة أيضا يعني أن تراعي هذه الحكومة المتطلبات الدولية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بأمن أهلنا في الخليج، لأنه كما تعلم يعني عند زيارة الرئيس ميشيل عون إلى السعودية في بداية يعني عهده حدث اجتماع يعني كان موجود فيه الوزير جبران باسيل و وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، بالإضافة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري. في هذا الاجتماع أبلغ الجانب السعودي بلسان الوزير عادل الجبير أن الجانب السعودي سوف يعني يساعد الحكومة اللبنانية إلى أبعد مدى اقتصاديا وسياسيا، ويوفر لها كل الدعم المطلوب إقليميا ودوليا، ولكن أيضا بشرط أن يؤخذ بالملاحظات السعودية، وخاصة بما يتعلق بانخراط أطراف لبنانية في الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة اليمنية. وهنا نتحدث أيضا عن انخراط حزب الله في اليمن، فبالتالي يعني لا يعقل أن تقوم الحكومة السعودية بدعم الحكومة اللبنانية وأن توفر لها الأموال، بنفس الوقت أن يقوم حزب الله بدعم جماعة الحوثي في اليمن وبدعم والتدخل في الشؤون العراقية، وبالتالي تهديد الأمن الخليجي. وهذا أيضا أنا باعتقادي أنه يأتي انسجاما مع اتفاق الطائف الذي حدد أن لبنان عربي ليس ذو الوجه العربي، لبنان عربي وبالتالي يتبنى قضايا العرب ويقف إلى جانب العرب، فبالتالي لا يعقل أن ينخرط هذا الطرف اللبناني بهذه الأزمات التي تسبب المشكلة للبنانيين بالدرجة الأولى. النقطة الثانية أيضا يعني دعونا الآن يعني نضع الأمور في المقلب الآخر، ماذا لو أن هناك طرفا في الحكومة السعودية يقوم بدعم طرف في لبنان، ويكون هدف هذا الطرف الموجود في لبنان قلب نظام الحكم، يعني هل يقبل الجانب اللبناني؟ فأنا أعتقد أن هذه الملاحظات السعودية يجب أن تقرأ في لبنان، وأن يكون هناك مراجعة، وأن يعني نبدأ بحوار لبناني خليجي مع السعودية والإمارات ليعني إزالة هذه الهواجس ومعالجة كل المشاكل. في حال لم تقم الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بهذه المراجعة، فأنا أعتقد أن الأمور سوف تكون يعني مغلقة، ولم يتم إنتاج حكومة لبنانية يعني وتكون يعني سبيلا للخروج من الأزمة، فبالتالي ربما يبقى الرئيس الحريري إلى نهاية عهد الرئيس ميشيل عون بعد سنة وثمانية أشهر من دون تشكيل حكومة، وبالتالي نبقى في الفراغ الرئاسي. هذه فعلا السؤال المهم أستاذ نضال. الشعب اللبناني خرج إلى الشارع يطالب باستقالة الحكومة، بتعديل الوضع اللبناني، بنزع سلاح حزب الله، لم يتغير شيء. سعد الحريري رجع والحكومة قد تعود، وما زال حزب الله يسيطر على أن يشكل الحكومة.
ما تغير شيء. لماذا نحن متفائلين؟ يعني حتى لو سعد الحريري بلا آتي ثلاث سيرجع الوضع كما كان في السابق، ولن يحقق أحلام الشعب اللبناني في تعديل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأيضا محاربة الفساد. يعني أنا باعتقادي أنه يعني بداية ب 17 تشرين، يعني قبل سنة وأشهر، عندما يعني اندفع اللبنانيين إلى الشارع، كان رفعوا مطالب شعبية محقة، ولكن لم يكن الوضع بهذا السوء الذي نحن عليه الآن. كان الدولار يعادل 1500 ليرة، اليوم الدولار عندما ألقى سعد الحريري خطابه اليوم الدولار ب 9000، بمعنى أن العسكري اللبناني المنتمي سواء للجيش اللبناني أو قوى الأمن كان لديه خدمة 20 عاما في السلك العسكري، كان راتبه بمعدل 1,000,000 ليرة لبنانية، وهو ما يعادل 600 دولار. عمليا 1,000,000 ليرة اليوم تعادل 120 دولار، فبالتالي لدينا الآن أزمة اقتصادية كبيرة، وبالتالي هذه الأزمة لديها عوامل تدفع الناس للخروج إلى الشارع. فبالتالي أنا أعتقد أنه أزمة لبنان الأساسية الآن هي أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل نتيجة سنوات، يعني منذ الطائف وحتى اليوم كل الحكومات المتعاقبة للأسف الشديد لم يكن لديها سياسة مالية ثابتة وحكيمة، وبالتالي سياسة الدين أدت إلى أغراق البلد. والآن عمليا يعني لبنان يعاني، نستطيع أن نقول أنه بلد منهوب وبلد مفلس، وبالتالي الحل الأزمة الاقتصادية يتطلب لجوء لبنان إلى دول الخليج والمساعدات الدولية. في حال يعني لم ننجح بمخاطبة السعوديين وتفهم هذه الهواجس ومعالجة هذه الهواجس، وفي حال أيضا يعني لم نعالج المتطلبات الدولية، فبالتالي علينا يعني أن نتوقع أن هذه الأزمة سوف تستفحل أكثر، وأنا أعتقد أن الناس سوف تخرج في المرحلة القادمة، وبالتالي نحن في صلب الأزمة. بالنسبة إلى سلاح حزب الله، هناك يعني كما تعلم أن يعني لبنان للأسف الشديد منذ تشكيل هذا البلد قبل أكثر من 100 عام، يعني بعام 21 عندما أقام الفرنسيين هذا البلد، ركبوا هذا النظام على أساس طائفي للأسف الشديد، وما زلنا نعاني حتى هذه اللحظة من هذا الأمر. اليوم حزب الله عمليا وحلفائه، طبعا الطائفة الشيعية تنتخب حزب الله، فبالتالي هو ممثل في البرلمان إلى جانب حركة أمل، ولديه تحالف سياسي أنا أعتقد أنه يمنع طرح فكرة نزع السلاح، هذا واحد. ثانيا كل الحكومات المتعاقبة كانت ترفع شعار جيش شعب مقاومة، وبالتالي اعتبروا أن هذا السلاح هو جزء من الدولة وجزء من الشعب وجزء من النظام. المشكلة الكبرى الآن أنا أعتقد أن حتى العالم العربي في المراحل السابقة وحتى عندما تم توقيع اتفاق الطائف أثار الجانب السعودي مسألة يعني سلاح حزب الله، كان هناك وعد من الرئيس السوري حافظ الأسد أن يبقى هذا السلاح ولحين تحرير الجنوب اللبناني، ولكن في عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل أنا باعتقادي ذهب الضامن الذي هو الرئيس حافظ الأسد الذي تعهد بنزع السلاح، وبالتالي دخلنا في آتون جديد. ثم أتى أيضا يعني اغتيال الرئيس رفيق الحريري رحمة الله عليه في 2005 والمحكمة الدولية وحرب 2006 واتفاق الدوحة، والذي يعني عمليا بعد اتفاق الدوحة أصبح هناك دور أكبر لحزب الله في لبنان. ثم أيضا داهمنا الربيع العربي وذهب حزب الله إلى سوريا وإلى اليمن، وهنا دخلنا بالإشكال الحقيقي مع العالم العربي وخاصة مع الجانب الخليجي. أنا أعتقد أنه الوقت قد حان لمراجعة يعني المرحلة السابقة، وخاصة مطلوب الآن تبديد مخاوف أهلنا في الخليج وعدم التدخل بشكل مطلق في الشأن الخليجي سواء للسعودية أو الإمارات أو الكويت أو ما غيره. أستاذ نضال، أنت تعرف أن الوضع اللبناني ما دام حزب الله مسيطر على لبنان لن يكون، ستفشل كل الجهود الدولية والخليجية، لأنه هو الذي يهيمن على القرار السياسي اللبناني. لن يتغير حال لبنان ما دام الأطياف اللبنانية الأخرى
ما زالت تلتزم الصمت أمام هيمنة حزب الله؟ يعني شوف، أنا بتقديري إنه هذا الأمر بحاجة إلى يعني معالجة دقيقة، كما يقوم الطبيب بإجراء عملية دقيقة. أنا باعتقادي يعني في حال تمت مقاطعة لبنان، أنا باعتقادي سوف يغرق أكثر، وربما تتدحرج الأمور إلى نحو غير مرض لأكثر من طرف. في سوريا على سبيل المثال، أنا أعتقد أنه أبعاد سوريا، ويعني يومها تنازل محمود عباس عن مقعد الجامعة العربية وبتنصيب، أدى إلى أبعاد سوريا عن الجامعة العربية، أدى إلى استعانة الجانب السوري بإيران أكثر. وأنا باعتقادي أن هذه كارثة الكوارث. مطلوب اليوم يعني باعتقادي تعزيز الدور العربي في سوريا وتعزيز الدور العربي في لبنان، وأن لا نسمح للآخرين أن يملوا هذا الفراغ، لأن عمليا عندما يحدث هذا الفراغ ونبتعد عن الملفات سوف يأتي الآخرون، كما حدث في العراق. يعني ربما انكفأ العرب عن العراق بمرحلة 2003 بعد الاحتلال الأمريكي، فجاءت إيران وبالتالي استوعبت الحالة العراقية. واليوم والآن أنا أعتقد أن العراق دخل في آتون طويل ومخيف وربما يقود إلى التقسيم. نفس الأمر حدث في سوريا. نحن أنا باعتقادي بحاجة إلى يعني دراسة للخطوات لكيفية انتشال لبنان من هذا الوضع، بالتالي يعني تلبية الهواجس الخليجية، وبنفس الوقت الحفاظ على اتفاق الطائف وهذه التركيبة التي رعتها السعودية سياسيا وطبقها الجانب السوري بمرحلة من المراحل عسكريا وأمنيا. مخالف، أنا بتجه إلى محور آخر. حالة الاغتيالات، اغتيال الصحفي لقمان سليم رحمه الله، انفجار ميناء بيروت وغيرها اللي قاعد نسمع عنها، ألا تعتقد أنها تشير لحزب الله؟ وأيضا هي رسائل من حزب الله كلما كان هناك جهود دولية لإصلاح الوضع اللبناني؟ يعني أنا يعني قضية نيترات الأمونيوم حتى الآن يعني هناك عدة روايات. تلفزيون الجديد تحدث بإحدى التقارير عن وجود إحدى رجال الأعمال السوريين القريبين من النظام السوري بأنه هو الذي يعني استورد هذه النيترات الأمونيوم. ولكن هنا أيضا هناك مسؤولية كبيرة على الدولة اللبنانية منذ عام 2013، يعني كيف تركت هذه النترات بوسط بيروت وبمرفأ بيروت، وبالتالي عرضت الشعب اللبناني لهذا الخطر. هناك أيضا يعني علامة استفهام أخرى حول يعني توقف هذه السفينة أيضا في الأراضي التركية لمدة 48 ساعة، وبالتالي تغيير الطاقم الذي كان عليها. بكل الأحوال أنا أعتقد أن يعني قضية نترات الأمونيوم إلى جانب اغتيال لقمان سليم دفعت أطراف لبنانية في الساحة اللبنانية إلى توجيه الاتهام لحزب الله. ولكن أنا أعتقد أنه يعني علينا أن ننتظر التحقيقات، وخاصة بقضية لقمان سليم. من يقوم الآن بالتحقيقات هو جهاز فرع المعلومات، وهو جهاز عمليا مشهود له بالمهنية وبالكفاءة، وكان له أدوار سابقة مهمة جدا، وهو قريب من الرئيس الحرير وقريب من قوى 14 آذار. الأطراف اللبنانية طبعا اتهمت حزب الله بقضية لقمان سليم، لأن أولا يعني حدث الاغتيال في البقعة الجغرافية المسيطر عليها من قبل حزب الله، واحد. اثنين، لأنه لقمان سليم في السياسي كان يعني غريما لحزب الله وكان مناهضا بشكل جذري لحزب الله. ولكن أنا أعتقد أنه يعني من المفترض الآن أن لا نستبق التحقيق وأن نضع علامات استفهام. لقمان سليم كان موجودا في بلدة نيحة الجنوبية عند محمد الأمين، وكان يعني برفقتهم أيضا شبيب، السيد شبيب الأمين. وطبعا يعني عندما خرج السيد لقمان سليم في الساعة الثامنة أي وقت حدوث عملية الخطف، بقي من الساعة الثامنة وحتى الساعة 12 الموعد الذي تحدث عنه الإعلام أنه تم اغتياله.
يعني هناك 4 ساعات هناك أسئلة كثيرة. ما الذي حدث مع لقمان سليم؟ هل تعرض للتحقيق؟ هل تعرض للتعذيب؟ هل أخذت منه ملفات؟ السيد لقمان سليم كان على علاقة قوية، يعني السادة إذا تشير إلى اختطافه. السيد لقمان سليم كان على علاقة مباشرة مع ديفيد شيكر، وبالتالي العقوبات التي فرضت على بعض الأطراف اللبنانية كان يقف خلفها السيد ديفيد شينجر، وبالتالي ربما يعني يبدو أن لقمان سليم يعني سرب بعض الأسماء أو كان يدفع ببعض الأسماء لوضع العقوبات عليها. هناك أسئلة كثيرة، ولكن بكل الأحوال أنا أعتقد اغتيال لقمان سليم هو اغتيال خطير جدا. لماذا؟ أولا أنا أعتقد أن الطرف الذي قام بهذا الاغتيال اختار هدفا سهلا، وبالتالي لقمان سليم كان يتنقل بنفسه، لا يوجد لديه حراسات. النقطة الثانية، اغتيال لقمان سليم سوف يعني يثير الإدارة الأمريكية، وهذا يعني هناك مواقف أمريكية ومواقف ألمانية ومواقف فرنسية، وبالتالي أنا أعتقد أنه قضية لقمان سليم سوف تتدحرج حتى نصل إلى خاشقجي اللبناني. يعني أنا أعتقد أنه حديث رئيس الأغلبية البرلمانية في الكونغرس من الحزب الديمقراطي تحدث عن عقوبات بحق لبنان في حال يعني لم يتم إجراء تحقيقات بشكل عاجل وواضح وصريح. النقطة الأخرى أيضا، يعني هناك علامة استفهام كبيرة حول هاتف لقمان سليم، وهناك تشابه ما بين اغتيال لقمان سليم وقبله المصور جو بجاني. بكلا الحالتين تم أخذ الهاتف وتم رميه بمنطقة قريبة عن مكان الجرم. طبعا التحقيق أنا باعتقادي سوف يجيبنا لماذا حدث هذا الأمر، يعني لماذا يتم أخذ الهاتف الضحية ورميه. ربما طبعا تحدثت بعض التقارير والمعلومات أن هناك بعض الأجهزة التقنية التي يتم وضع جهاز معين على الهاتف فيتم نسخ كل ما فيه. النقطة الأخرى أيضا أن امتناع شقيقة يعني لقمان سليم عن تسليم الهاتف، طبعا الآن هي سلمت الهاتف وهذا أمر جيد لأنه مطلوب الآن الدفع الدولي اللبناني لأعطائنا أجوبة عن الأطراف الذي قامت باغتيال لقمان سليم، لأن باعتقادي أنه في حال وصلنا إلى طرف الخيط سوف تتوقف هذه الاغتيالات، ولكن في حال عجزت الدولة عن كشف الجهة التي تقف خلف اغتيال لقمان سليم وقبله جو بجاني وكل الاغتيال، بالتالي الأمور مرشحة على مزيد من الاغتيالات، وهنا الخطورة بمرحلة الفراغ السياسي الذي يعيشه البلد نتيجة عدم تشكيل الحكومة. ممتاز. ما رأيك في التقارب اللبناني التركي؟ هل تعتقد أن هذا التقارب هو يأس من الدعم الخليجي والدولي؟ يعني أنا باعتقادي أنه الجانب التركي طبعا هو كما ينتظر على الضفاف ينتظر الجثث وينتظر الحرائق. في سوريا على سبيل المثال في عام 2011 استغل الجانب التركي الوضع المتوتر في سوريا حتى يتدخل أمنيا وعسكريا وسياسيا ويحاول أن يترك البلد. في العراق نفس القضية، هو انتظر سقوط النظام العراقي حتى يتدخل بشكل سافر في العراق ويقيم قواعد عسكرية ويخوض صراعا مع الأتراك. في ليبيا أيضا يعني هو انخرط بمشروع إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي، ثم وجدنا أنه بمرحلة من المراحل استخدم المرتزقة السوريين حتى يهيمن على البلد ويفرض أجندته. أنا أخشى ما أخشى أنه يعني بعد انفجار بيروت وجدنا أن نائب الرئيس التركي السيد فؤاد أقطاي وصل إلى بيروت وتحدث عن يعني استعداد تركيا ل يعني إعادة إعمار مرفأ بيروت. النقطة الثانية أيضا يعني حتى بعد حرق بلدية طرابلس وجدنا أيضا أن السفير التركي هاكان تشكل وصل في اليوم الثاني إلى بلدية طرابلس وأبدأ استعداده لتقديم المساعدات. أنا أخشى ما أخشاه يعني أن يتدخل يعني في ظل عدم التشكيل الحكومي وأن تحدث الفوضى، وفي ظل حديث عن تمدد تنظيم داعش في سوريا والعراق
بعد تفجيرات بغداد وقتل الجنود السوريين في البادية، أن يعني يرى هذا التنظيم مقدم للدخول إلى الساحة اللبنانية، وأن يستغل الجانب التركي هذا الأمر من أجل أن يتدخل أمنيا وعسكريا كما حدث في البلدان الثانية. أما بخصوص يعني التدخل التركي أو يعني زيارة الرئيس سعد الحريري، حسب المعلومات أن يعني هذه الزيارة جاءت في إطار أن يعني الرئيس سعد الحريري كان يمتلك 55% من أسهم ترك تيليكوم، ومن خلال هذه الشركة اقترض مبلغ 5 مليارات دولار، وهذه الشركة حققت أرباح في المرحلة الأولى. ثم قام الرئيس الحريري عمليا، يبدو أن الرئيس الحريري في تلك الفترة لم يقم بتسديد بعض الديون على هذه الشركة والتي تقدر ب 5 مليارات دولار. الجانب التركي ترك هذا الأمر حتى عام 2021، وربما أثار يعني هذا الأمر بهذا التوقيت بالذات، وربما يسعى الجانب التركي يعني الذي ينظر إلى يعني أخذ عطاء إعادة ترميم بيروت ووضع يده على مرفأ طرابلس، ربما يحاول أن يقايض الدولة اللبنانية بموضوع تسديد 5 مليارات دولار على الرئيس الحريري بمقابل إعطائه عطاء في مرفأ بيروت. أنا قلق من هذا الأمر حقيقة. النقطة الثانية، يعني الإعلام التركي للأسف الشديد تعامل مع هذا الأمر بشكل سيء جدا، تحدثوا عن استدعاء للرئيس الحريري ولم يتم استقباله كما هي الأصول في أنقرة، ومن المفترض يعني في حال تم دعوتك إلى أنقرة من قبل الحكومة التركية هناك بروتوكول، أولا يتم الاستقبال في القصر الحكومي في أنقرة، ومن ثم يتم ترتيب زيارة لك إلى مصطفى كمال أتاتورك، وهذا ما لم يحدث مع الرئيس الحريري. أنا أعتقد أنه الجانب التركي يضغط على الرئيس الحريري بملف الشركة لأخذ دور في لبنان، ولكن لا أعتقد أن الرئيس الحريري يعني يتجاوز أهلنا في الخليج، لأن عمليا يعني انتماء الرئيس الحريري هو إلى جانب يعني السعودية والإمارات، وخياره خيار الخليج العربي. ممتاز. برجع إلى موضوع قضية طرابلس، تهميش لأهلنا في طرابلس، هل تعتقد هو متعمد لأنها من الطائفة السنية مثلا؟ هناك تهميش لطرابلس بالذات. يعني شوف، طرابلس منذ عام 21 يعني عندما أقام الفرنسيين دولة لبنان الكبير، لم تكن طرابلس ترغب بالانضمام إلى هذا البلد عمليا، يعني كانت حسب الاستفتاءات طرابلس كانت إلى جانب أن تبقى إلى جانب سوريا. الجنرال ديغول عمليا أجبر طرابلس واقتطع أجزاء من الشمال الذي شمال لبنان اليوم اقتطعه من سوريا، واقتطع البقاع، وبالتالي قام لبنان الكبير. بقي هذا الأمر حتى عام 34، حتى عام 43 يعني عندما استقل لبنان بقي طرابلس تعاني من هذا التهميش. زاءت حرب 75 حتى تتحول طرابلس إلى بريد أمني وسياسي، وحصل يعني نزاع بين الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس ياسر عرفات، وبالتالي أصبح طرابلس بريد أمني يتم تبادل الرسائل به. للأسف الشديد أنه بعد الطائف يعني لم تقم الحكومات المتعاقبة بإيلاء هذا الاهتمام، ليس لطرابلس فقط، لطرابلس وعكار، من أجل أن تتساوى مع بقية المناطق. فكان عمليا التهميش والفقر، وبالتالي أصبح وضع طرابلس يعني تراجع إلى هذا الشكل. النقطة الأخرى أيضا أنه يتم الحديث بالإعلام دائما عن يعني وجود تيارات متشددة وقاعدة وداعش، وبالتالي هذا يجعل السائح لا يتجه إلى طرابلس، وربما هذا أيضا ساهم بأزمة طرابلس. ولكن أنا أؤكد لك أن يعني طرابلس لديها طرابلس مدنية وطرابلس مؤمنة بلبنانيتها ومؤمنة بعروبتها، ومن طرابلس خرج القابوتجي نحو فلسطين، وطرابلس أيضا يعني بكل المراحل كانت حاضرة، بكل المراحل، أول شهيد أو ثاني شهيد لبناني مع الثورة الفلسطينية كان من أحد أبناء طرابلس في عام 69. طرابلس كانت حاضرة بكل المراحل، ولكن أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى إيلاء طرابلس الكثير من الاهتمام، وأن لا تبقى
في يعني حالة التهميش التي تعاني. ما أسباب حرق بلدية طرابلس؟ يعني نحن بالعودة إلى الحادثة التي الأحداث التي مرت بها طرابلس، طبعا كل الأطراف السياسية تحركت، تم حرق مدينة طرابلس. يعني الأمن اللبناني حتى هذه اللحظة ما زال يجري تحقيقات، ولكن علينا أن نضع عدد من علامات الاستفهام. أولا، يعني الرئيس نجيب ميقاتي الذي يمتلك مدرسة في مدينة طرابلس حوالي 10,000 متر، كان لديه 3 يحرسون هذه المدرسة في تلك الليلة المشؤومة، تمكنوا من حماية المدرسة برغم من أن نفس المجموعة التي حرقت بلدية طرابلس توجهت إلى حرق مدرسة العزم التي يمتلكها الرئيس ميقاتي. كيف تمكن 3 من حماية مدرسة مساحتها 10,000 متر، وكيف عجز 120 عسكري مفرزين لحماية البلدية التي لا تتعدى مساحتها 700 متر عن حمايتها؟ يعني حسب المعلومات أن رئيس البلدية قام بصباح يوم الحرق بإعطاء تعليمات وتوجيهات لقائد شرطة البلدية، يعني أعطاء أذونات لعناصر البلدية 160 شخص والمسلحين. هذه طبعا علامة استفهام كبرى. في اليوم الثاني خرج رئيس البلدية وتحدث للإعلام أنه تشاور مع المحافظ من أجل إعطاء صلاحيات لشرطة البلدية، صلاحيات كبيرة بإقامة حواجز وقيام بتفتيشات وكذا وكذا، ولكن المحافظ قال له أن هذا الأمر ليس بيدي وعليك أن تذهب إلى البرلمان من أجل تشريع هذا الأمر. الأمر الملفت بكلام رئيس البلدية في اليوم الثاني أن التيار المرتبط بالجانب التركي يلي هو نبيل الحلبي الذي يقود المنتديات خرج أيضا بتصريح يطالب به رئيس البلدية بتجنيد 1,000 مقاتل. بمعنى أنا أفهمها في السياسة أن عمليا رئيس البلدية الذي ينتمي إلى تنظيم التيار الإسلامي الإخوان المسلمين الجماعة الإسلامية عمليا يعملون على إقامة تنظيم إسلامي واستحضار الحالة الذي قام بها أردوغان عندما أقام حراس الليل في إسطنبول. يعني سيد أردوغان اليوم لديه حرس ثوري تركي وهذا مشرع في البرلمان ولديهم صلاحيات كبرى، يقومون بإقامة الحواجز وتفتيش الناس وطلب الهويات والمداهمة والاعتقال، وبالتالي أيضا هذا أمر خطير لأنك أنت ترخص لجهاز أمني. يبدو أن رئيس البلدية ما يريده بعد حادثة حرق البلدية أن يقوم بهذا التشريع وأن يفرض التنظيم الإسلامي، تنظيم الإخوان المسلمين، وأن يفرض نفسه أمنيا وعسكريا في الساحة الطرابلسية عبر تشريع وقبول من الدولة اللبنانية. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر خطير، وأنا شخصيا ناشدت وزير الداخلية من أجل التوسع بالتحقيقات وتبيان من الذي يقف خلف يعني أعطاء الأذونات ل 160 عنصر مسلح المفترض أنهم يعني مفرغين لحماية البلدية. المسؤولية الآن تتوزع على طرفين لا ثالث لهما، قائد شرطة البلدية ورئيس البلدية رياض يما، وأيضا على لجنة التحقيق أن تستمع للمجلس البلدي لنرى من الذي يتحمل مسؤولية حرق البلدية. صحيح أننا لم نعرف الآن الجهة المنفذة لحرق البلدية، ولكن هناك خطوات سبقت حرق البلدية وهذه عليها علامات استفهام كبيرة. ممتاز. كيف ترى الموقف السعودي من لبنان حاليا؟ يعني الموقف السعودي من لبنان بصراحة بشكل عام أهلنا الخليج لم يقصروا مطلقا مع لبنان ولا مع فلسطين ولا مع كل الدول التي عانت من الحروب ومن الربيع العربي. يعني هل تعلم أن إهراءات بيروت هي تم بنائها بتقدم من أهلنا في الكويت؟ يعني هل تعلم أن الجانب السعودي في بعد اتفاق الطائف قدم 7 مليارات دولار؟ نحن نتحدث قبل 30 سنة، بالتالي كان هذا مبلغا ضخما جدا. حتى هذه اللحظة كل حديث عن انكفاء سعودي وخليجي عن ملف لبنان هو غير صحيح بالمطلق.
دول الخليج السعودية التي قدمت مليار دولار عبر سيدر لمساعدة لبنان، هذا لا يعني أن السعودية منكفئة عن الملف اللبناني، بالعكس هي منخرطة وتدعم الحكومة اللبنانية وتدعم الدولة اللبنانية، ولكن أيضا السعودية لديها ملاحظات، وعلينا نحن كلبنانيين أن نأخذ بهذه الملاحظات وأن نحترم الخصوصية السعودية وأن لا نتدخل بأي شكل من الأشكال لا في الشأن اليمني ولا الشأن الخليجي. في الماضي تدخلت منظمة التحرير في ملفات المنطقة ودفع الشعب الفلسطيني ثمنا كبيرا، تدخلنا في الشأن الأردني فخسرنا جبهة طويلة عريضة بمقدار 365 كيلومتر مع فلسطين، تدخلنا في الشأن السوري ودعمت منظمة تحرير الإخوان المسلمين فحصل اقتتال سوري فلسطيني، تدخلنا في الشأن الكويتي ودعمنا العراق وصفقنا لاحتلاله للكويت فخسرنا الدعم الخليجي والدعم العربي، وكانت النتيجة الذهاب عراض إلى مؤتمر مدريد وبالتالي خسرنا هذا الدعم العربي. الآن عمليا يعني أنا أطلب من الجانب اللبناني أن يتعلم من التجربة الفلسطينية وأن لا نتدخل في الشؤون العربية، وبالتالي لأن لبنان الطرف الأضعف ولأن لبنان أيضا مطلوب منه أن يقوم بدور الإصلاح عليه أن لا يتدخل مطلقا بالشؤون الخليجية والعربية. ممتاز، ما دام تطرقت إلى منظمة التحرير سأنتقل إلى الملف الفلسطيني وهو من أحد الملفات المهمة في الأمة العربية. أستاذ نضال، هل تعتقد منظمة التحرير فشلت في عودة الحق الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين؟ هل ما زالت تفشل منظمة التحرير؟ ما تعليقك؟ يعني أنا باعتقادي أولا أن البداية كانت بداية رائعة وكانت بداية ناجحة وبداية لها علاقة بالأرض وبالتاريخ وبالقضية. الرئيس أحمد الشقيري رحمة الله عليه، يعني أنا باعتقادي أنه يعني خلال فترة 4 سنوات بنى شيئا كبيرا، عمليا هو أسس منظمة التحرير، هو شكل المجلس الوطني، هو أقام الصندوق القومي، هو أنشأ بنك فلسطيني، هو وضع ميثاق منظمة التحرير، ولكن للأسف الشديد أن هذه التجربة لم تكتمل في عام 68. يعني قامت يعني نتيجة جزء كجزء من يعني المشاكل التي حدثت بعد يعني سقوط الدفة الغربية في عام 67 ورفع البعض لشعارات أن الفصائل الفلسطينية هي البديل وأن الشقيري لم يفعل شيئا. أنا باعتقادي أن الوحيد الذي قام ببناء سليم وصحيح هو المرحوم أحمد الشقيري، ولكن للأسف بإسقاط أحمد الشقيري دخلنا في عهد الفصائل ودخلنا يعني في عهد تعدد الانتماءات، وبالتالي مرحلة الفصائل دفعت أنه الكثير من هذه الفصائل أصبحت مرتبطة بأنظمة وكل نظام عمليا لديه أجندة، وأيضا لم يكن هناك مركزية في العمل الفلسطيني، فدخلنا بتعارض مع الأردن وتعارض مع سوريا ثم أخفقنا في لبنان وأخفقنا في العراق وأخفقنا في الكويت، وأيضا أن الطاقم السياسي الذي وصل إلى قيادة منظمة التحرير بدأ منذ عام 68 وبدون تجربة نضالية وبدون الخوض في معارك مع الاحتلال بدأ يتحدث عن يعني إقامة الدولة الديمقراطية مع الإسرائيليين أو إقامة دولة تحت جناح يعني بحدود 67 وقطاع غزة. فعمليا يعني اليوم عندما تخوض صراعا وتبدأ من مرحلة الصفر وتبدأ من يعني رفع مطالب لتحرير الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ولم يكن يبقى سنة على احتلال الضفة الغربية، فكيف من الممكن أن تحرر فلسطين؟ حين أسس المرحوم أحمد الشقيري منظمة تحرير عام 64 لم تكن الضفة الغربية محتلة ولم تكن القدس محتلة ولم تكن قطاع غزة محتلة. للأسف الشديد أن هذه القيادة والتي يمثلها محمود عباس تحديدا بدأت حوارا مع الإسرائيليين وتكلل هذا الحوارات واللقاءات باجتماع شهير عقد في عام 74 ما بين السيد محمود عباس والإسرائيليين في المغرب، وتكلل أيضا في نفس العام تبني
المجلس الوطني الفلسطيني للبرنامج النقاط العشر. أنا أعتقد أنه يعني حين يكون الموقف الفلسطيني مرتفعاً، أنا أعتقد أنه يعزز الموقف العربي، وبالتالي ينعكس الموقف العربي بناءً على الموقف الفلسطيني. أحمد بس عفواً أستاذ، الشقيري، ما يخالف أستاذ نضال، عفواً المقاطعة، بس هذه النقطة. أنا نقطة بس أضيفك تستكمل، كأنك تشير إلى فشل ياسر عرفات في إدارة منظمة التحرير. طبعاً طبعاً، أنا والدي سعيد السبع وكان ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر الخرطوم، وهو شارك في هذه القمة. أولاً قمة اللقات الثلاث، هذه لقات فلسطينية وهي ليست ثلاثة لقات، هي أربعة لقات. عملياً عندما اتخذ أحمد الشقيري والوفد الفلسطيني هذه اللقات، أنا لم أرى أن أي نظام عربي تحدث عن التطبيع أو العلاقة مع الإسرائيليين. أما عندما ذهب محمود عباس في 93 ومن خلف ظهر العرب والمسلمين إلى أوسلو خلسة، ووقع اتفاقا مع الإسرائيليين، وتبين أن هذا الاتفاق هو خالي من أي مضمون سياسي، وبالتالي هو اتفاق أمني يلبي متطلبات الإسرائيليين الأمنية والعسكرية، كيف تتوقع أن يأتي هذا الاتفاق باستقلال وبحرية وبكرامة؟ اليوم عمليا يعني منذ، حتى لا نريد أن نتحدث منذ أوسلو، يا سيدي منذ وصول أبو مازن في عام 2005، ماذا قدم الإسرائيليين؟ ما هل أخرج الإسرائيليين أسير واحد بناء على طلب السلطة؟ اليوم عمليا هذه السلطة ليس لديها أي مشروع، هي لديها مشروع واحد فقط. عمليا تذهب كل فترة للعالم العربي وتحديدا لدول الخليج بالمطالبة بإنشاء صندوق مالي لدعم الشعب الفلسطيني. هل هذه الأموال تذهب للتنمية أم للتنسيق الأمني؟ هل وظيفة العالم العربي أن يمول سلطة محمود عباس حتى يعتقل الشعب الفلسطيني؟ يعني ما بيحق لنا اليوم بعد 30 سنة عن إنشاء السلطة الفلسطينية أنه نسألها شو الجسر يلي عملوه، شو المدرسة اللي بنوها، شو الجامعة اللي قدموها، شو طريق، شو الزفت يلي قدموه للشعب الفلسطيني، شو المشروع السياسي اللي قدموه للشعب الفلسطيني. قديش هذه السلطة توسعت؟ اليوم هذه السلطة عمليا هي على منطقة ألف، وهي على السكان وليس الأرض، يعني هي أشبه بلديات. طيب إلى متى سوف يبقى الجانب العربي يمول هذه السلطة؟ ممتاز، برجع لك للتاريخ أستاذ نضال. هل تعتقد يعني أن منظمة التحرير وبرئاسة ياسر عرفات كانت تعتقد في الحرب الأهلية اللبنانية أن تكون لبنان هي الدولة وهي الأرض البديل لفلسطين؟ لا، أنا لا أصل إلى اتهام أن يعني كان هناك قرار فلسطيني لإقامة دولة فلسطينية في الأردن أو في لبنان أو في أي قطر عربي، لأن هناك منظمة التحرير سيطرت على هياكل الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت. هناك بعض الفصائل في الأردن مثل الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية ارتكبوا هذا الجرم، وأصبحوا يرفعون شعارا كل السلطة للمقاومة، وأصبحوا يرفعون الأعلام الحمراء على الجوامع، وبالتالي هذه جريمة كبرى ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأردن وأدخلتنا في النفق. في لبنان عمليا يعني نحن للأسف الشديد أننا لم نتعلم من التجربة الأردنية، وبالتالي يعني عدم وقوف يعني زعماء العشائر في الأردن دفع منظمة التحرير إلى التحالف مع كمال جنبلاط والأحزاب اللبنانية، ولكن نتيجة يعني واقع لبنان الطائفي والفئوي بالتالي وجدنا أنفسنا منخرطين في الحرب اللبنانية، وأصبحنا في لبنان جيش السنة بمواجهة الآخرين، واعترضنا أيضا واصطدمنا مع الجيش السوري. أنا أعتقد أن هذه الفوضى المسلحة بالتالي أدخلتنا في النفق، وبالتالي أصبحت الأمور مهيئة في عام 82 للاجتياح الإسرائيلي، وهذا الخروج من بيروت ثم الخروج من طرابلس والذهاب نحو يعني حسني مبارك،
كان يعني بشكل واضح أن قيادة منظمة التحرير اتخذت قرارا بالذهاب بشكل علني التخلص من العباءة السورية والذهاب نحو العباءة المصرية والدخول في مشروع التسويه. وتكلل أيضا هذا الأمر بمؤتمر الـ 84 في الأردن، وبالتالي الذهاب إلى جانب الأردن نحو حل سياسي. أنا أعتقد أن الأمور لم تبدأ منذ ذلك التاريخ، بل بدأت من لقاءات أبو مازن مع الإسرائيليين في المغرب، وبدأت أيضا بإعلان المجلس الوطني الفلسطيني عام 74 تبنيه للنقاط العشر، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية على أي جزء يتم تحريره، وأيضا وهنا الخطورة الدخول بمباحثات مع أطراف إسرائيلية تؤمن بالعملية السلمية، وهذا الذي شاهدناه من زيارات يوري أفيري وغيره إلى بيروت وعواصم العالم واللقاءات السرية. ممتاز، فسر لي تحالف حماس وعباس رغم وجود الخلافات بينهم في الفترة هذه، الكل استغرب هذا التحالف رغم الخلافات الكبيرة بينهم، شو أسباب هذا التحالف؟ يعني الأسباب، اولا يعني حركه حماس ومحمود عباس لديهم انا باعتقادي عقده من ثنائي هو محمد دحلان مع مروان البرغوثي. محمود عباس وحركه حماس، انا باعتقادي انه يعني في حال دخلت حركه حماس مع محمود عباس هذا امر جيد لها، لانه عمليا الشارع الفلسطيني اليوم يرى في محمود عباس حاله من الفشل الكامل منذ الـ 74 وحتى اليوم، وبالتالي لن يصوت له الشعب الفلسطيني. في حال يعني مروان البرغوثي لما يتمتع له من ثقل ومصداقية وحالة وطنية ونضالية ومسجون بأربعة مؤبدات، دخول مروان البرغوثي وترشحه إلى رئاسة السلطة الفلسطينية سوف يدفع الشعب الفلسطيني بشكل كامل إلى التصويت له، وهذا ما تخشى حركة حماس. اليوم عمليا محمود عباس وحركة حماس يضعون الشعب الفلسطيني أمام خيارين، إما أن تنتخب التيار الديني المتمثل في تنظيم الإخوان المسلمين، وإما أن تنتخب التنسيق الأمني وحالة الفساد التي يمثلها محمود عباس. لا يا سيدي، هناك خيار آخر وهو خيار محمد دحلان وهو خيار مروان البرغوثي، وهذا خيار وطني ولديه إجماع وهو يشكل حالة وطنية سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة وحتى في الشتات الفلسطيني. وهنا مكمن الخوف لدى محمود عباس وحركة حماس، فبالتالي من الممكن أن تكون القائمة التي سوف ينزل بها حركة حماس إلى جانب محمود عباس تكون مقدمة لانخراط حركة حماس بمشروع محمود عباس والتنسيق الأمني والتطبيع والتعايش مع الاحتلال، وهنا الخطورة. يعني التحالف حتى لا يدخل محمد دحلان ومروان البرغوثي ويكونون المنظمة القوية التي تغيد حتى إغلاق الباب أمام مروان البرغوثي ومحمد دحلان من إقامة هذه التحالف والمنافسة، وبالتالي اتفق الأخصام بين قوسين اللي هم حركة حماس ومحمود عباس. أنا باعتقادي أنه يعني اليوم حركة حماس تتحمل مسؤولية الفصل الضفة عن قطاع غزة، ومحمود عباس أيضا يتحملون هذه المسؤولية. مطلوب اليوم من محمود عباس وحركة حماس أن يجيبونا، يعني هذه الانتخابات التي حدثت في عام 2006 أنتجت نظاما سياسيا انتهى مفعوله في عام 2009. اليوم السيد محمود عباس يجري الانتخابات في عام 2021، علينا أن نتساءل متى سوف تكون الانتخابات القادمة؟ هل الانتخابات القادمة سوف تكون في عام 2050؟ اليوم محمود عباس يتكئ على حركة حماس وحركة حماس تتكئ على محمود عباس، وبالتالي نحن أمام تحالف العاجزين وتحالف المفلسين، لأن عمليا هم الآن يريدون أن لا يتركوا أي خيار للشعب الفلسطيني. الفصائل أيضا، الفصائل الفلسطينية للأسف الشديد من الجبهة الشعبية للديمقراطية للحزب الشيوعي ولكل هذه الفصائل التي على سبيل المثال عمليا باعت موقفها وباعت ضميرها الوطني لمحمود عباس، وهي انخرطت في هذا المشروع
رأينا أن هذه الفصائل اجتمعت في بيروت حتى تدين الإمارات بعد توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، ولكن هي نفس هذه الفصائل صمتت حين عاد السيد محمود عباس إلى التنسيق الأمني، والآن هذه الفصائل ذهبت إلى القاهرة وتريد أن توهم الشعب الفلسطيني أن هناك حوار فلسطيني. لا، في القاهرة لا يوجد هناك حوار فلسطيني، وبالتالي هناك تغييب للشعب الفلسطيني. وأنا أعتقد أن يعني خطوة محمد دحلان بالإضافة إلى مروان البرغوثي سوف يعطونا أملا للشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية أنا باعتقادي أنها سوف تعود بشكل قوي إلى المسرح الدولي بعد هذه الانتخابات، خاصة إذا استمر هذا التحالف وخاض مروان البرغوثي إلى جانب محمد دحلان هذه الانتخابات. أستاذ نضال، لماذا دائما حماس في حضن الإيرانيين؟ حماس دائما، هل هو للتمويل ولا هي أداة بيحد الحرس الثوري أصبحت؟ شوف، التنظيم الإخواني يعني هو تاريخيا متحالف مع الإيرانيين، والخلاف الذي حدث ما بين الإخوان المسلمين والإيرانيين هو على ملف واحد فقط، على ملف سوريا، ولكن يعني كان هناك توافق وتفاهم ما بين التيار الإخواني بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص مع الإيرانيين على إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي وعلى تعميم الفوضى عبر الربيع العربي، وأيضا هذا التوافق حدث في تونس، وأيضا هذا التوافق حدث في مصر، وأيضا هذا التوافق حدث في اليمن. التيار الإخواني اقترف خطأ في سوريا وانخرط في هذا المشروع فأدى إلى هذا التباين، ولكن هذا التباين لم يعني يصل إلى مرحلة القطيعة، ما زالت العلاقات يعني قائمة وما زال التعاون قائما، وبالتالي تعتمد الحماس في هذه اللحظات على ثلاثة قوى، عمليا بالدرجة الأولى على تركيا ومن ثم إيران، وبالتالي يعني هي لم تتعلم كما تحدثنا من تجربة إخفاقات منظمة التحرير حين انخرطت في مشاريع الآخرين لصالح الآخرين، وبالتالي ضاعت القضية الفلسطينية لدى هذا النظام العربي أو ذاك. اليوم عمليا حركة حماس لا مانع لديها من الانخراط مع الجانب الإيراني أو الانخراط مع الجانب التركي أو الانخراط إلى جانب ضد الرباعي العربي، وبالتالي تشجير مشروعها الإسلامي لمصلحة هذه الأنظمة، ولكن أنا أعتقد أن الذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف. سؤالنا الأخير أستاذ نضال، هل بدأنا نرى بريق الأمل لحل الملف الليبي بعد اتفاق جنيف؟ هل أنت متفائل؟ يعني بصراحة أنا لست متفائلا. أولا، ما حدث في ليبيا هو أمر خطير جدا، وأنا هذا الربيع العربي لا أسميه ربيعا عربيا، هذا عمليا كان فكرة لهدم الدولة فقط، ولا يعني لم يكن هدف هذا الربيع هو يعني فرض مزيد من تعميم القيم الديمقراطية في العالم العربي. نحن شهدنا أن يعني المجتمع الدولي صفق لهذا الربيع العربي، ولكن بعد أن أسقط النظام لم يبني نظاما آخر، بالتالي تركت ليبيا يعني فريسة لهذه الوحوش. ما حدث في ليبيا أن السفيرة الأمريكية، يعني نحن هنا أمام فضيحة دولية وفضيحة أخلاقية للأسف الشديد، السفيرة الأمريكية السيدة ستيفاني ويليامز، والتي هي يعني من المفترض أنها سفيرة أمريكية وبالتالي هي طرف في الأزمة الليبية، بقدرة قادر تحولت إلى نائب المبعوث العام للأمم المتحدة في ليبيا، وطبعا هذا المنصب يعني تم استحداثه لها خلافا لقانون الأمم المتحدة، وبالتالي تحولت السيدة ستيفاني من طرف في الأزمة، طرف دولي في الأزمة الليبية، إلى طرف محايد تفرض حلولا على الليبيين من خلال الأمم المتحدة، وطبعا هذا أدى إلى انزعاج الجانب الروسي. ما حدث اليوم أن السيدة ستيفاني قامت باختيار 75 شخصية، وهؤلاء الشخصيات يعني أغلبهم قريبين من السفارة الأمريكية وقريبين أيضا من التيار الإخواني. أنا أعتقد أن السيدة ستيفاني كان عليها أولا أن تختار لل 75 المكلفين بالحوار في جنيف أطرافا من كافة الأطياف، وأن يمثل
اللواء خليفة حفتر، لأنه هو القوة الأساسية وهو المسيطر على أغلب المناطق في البلاد. النقطة الأخرى أيضا كان عليها أن تمثل الميليشيات التي تسيطر حقيقة على طرابلس، وهذا أيضا لم يحدث. يعني في حين قامت السعودية برعاية اتفاق الطائف، هي عمليا جلبت كل الأحزاب السياسية التي تفرض هيمنتها على الأرض وأنتجت حلا سياسيا. السيدة ستيفاني لا، عمليا هي جلبت 75 شخص، جزء منهم، جزء كبير منهم ليس له علاقة ووزن بالأرض، وبالتالي أنتجت برلمانا. المشكلة أين؟ أنه الآن السيدة ستيفاني من خلال البرلمان 75 الذي تم إنتاجه في جنيف أنتج حكومة، أنتج مجلس رئاسي وحكومة، وهذه الحكومة سوف تذهب إلى برلمان السيد عقيلة صالح من أجل نيل الثقة. في حال البرلمان الليبي المنتخب برئاسة عقيلة صالح لم يعطيها الثقة، تعود هذه الحكومة إلى برلمان ستيفاني حتى يتم تمريرها من 75 الذي تم اختيارهم في جنيف. يعني عمليا نحن في ليبيا أمام برلمانين، فعمليا كيف يمكن أن تقوم هذه الحكومة بأداء عملها؟ النقطة الثانية أيضا، يعني مثلا تجربة الصغيرات التي أنتجها المجتمع الدولي فشلت. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي لم يفرض على حكومة الوفاق أن تذهب إلى برلمان عقيلة صالح الشرعي والمنتخب من أجل نيل الثقة والحصول على السلطة بشكل ديمقراطي وطبيعي. فعمليا استمرت هذه الأزمة في ليبيا. النقطة الأخرى وهي الأخطر، أن السيد أردوغان ما زال حتى هذه اللحظة أولا يطلق تصريحات هو ومستشاره ياسين أخطاي أن ليبيا لا تنوي الانسحاب من ليبيا، هذا واحد. اثنين، كل التقارير الدولية وخاصة المرصد السوري لحقوق الإنسان بالأمس تحدث أن الجانب التركي يجهز لإرسال مجموعات جديدة من المرتزقة إلى للقتال في ليبيا. فهل الذي يبحث عن إنتاج حل في ليبيا يرسل مرتزقة سوريين ويسمح للسيد أردوغان بنقل عناصر من القاعدة وداعش وحراس الدين وتنظيم جبهة النصرة إلى ليبيا؟ يعني هل في حال مثلا لو أي دولة في العالم العربي تعاونت مع تنظيم القاعدة أو نقلت عناصر لتنظيم القاعدة أو جبهة النصرة، هل يسكت هذا المجتمع الدولي؟ لماذا هذا السكوت من المجتمع الدولي على قيام أردوغان بإدخال 120 ألف مرتزق إلى سوريا بعد أن استنفذوا مهمتهم، أصبح الآن ينقلهم عبر من الأراضي السورية إلى تركيا ومن ثم يرسلهم إلى ليبيا لقتل الليبيين؟ فبالتالي أنا أعتقد أنه العالم العربي أولا بحاجة إلى الحديث بشكل مرتفع عن جهود السلام في ليبيا، ولكن بنفس الوقت علينا أن نتجهز لمعركة كبرى، لأن هذا المجتمع الدولي المتوحش لا يلتفت للضعفاء، وبالتالي هو يلتفت فقط للأقوياء. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وضع خطوطا في سرت الجفرة احترمه المجتمع الدولي، وبالتالي علينا الآن أن ندفع باتجاه تجهيز الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر استعدادا للمرحلة المقبلة، لأن المطروح هو تقسيم ليبيا وتفتيتها وإعادتها إلى الاحتلال لا سمح الله. المحلل السياسي الأستاذ نضال السبع من لبنان، أنا شاكر لك على هذه الحلقة ونتمنى نشوفك في حلقات ثانية بإذن الله. شكرا لك أستاذ نضال. شكرا لكم جزيلا. شكرا أهلي. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة، مع السلامة.